السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد وموضوع جديد ومغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بدنا لايك تعليق دعم المقطع تفجير على السريع. اليوم جايبين لكم حبات جديدة، صورنا لكم 10 واليوم راح نصور لكم كمان 10 حبات، ولسه في كمان ما صورنا لكم إياهم. طبعا يا أخوان حط لنا لايك، حنبلش بدون مقدمات وبدون الأمور هاي. خلينا نمسك اول طير فيهم وفرجيكم اياهم، بس بديش اياهم يفلتوا يا اخوان، خليكم شوي شوي. يعني انا حاطهم كلهم مع بعض. بسم الله. طلعوا لي هون. طلع ما شاء الله. هالمطوق. طلع لي هالمطوق بس واكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد. طلع ما شاء الله. ولد طوق شامي. اشي نخب النخب. طلع ما شاء الله. هنا العشر 3 6 7 8، هنا 10 9 واسع، هون ما شاء الله 3 6 7 8 9 10، هون 10 جاي 9 ب10، حبة بتجنن يعني، سبح للي خلقها. طب نحط لكم يا جوا الجيم هون، استعرضه نظبط الأمور تاعي. طلع ما شاء الله، خليه يوقف وقفة غاز. بديش يا إيش. طلع ما شاء الله. طلع الله يبارك، حاشر حاله بالزاوية والشاب المحترم. طلعوا لي ما شاء الله هالمطوق. طلع الله يبارك، حبة يعني ما شاء الله بتسبح للي خلقها. حبة حبة يا اخوان، حبة حبة. طيب خليك معاي، نبلش بالحبات اللي بعدهم بشكل سريع سريع. يلا تعال هون، تعال هون جاي، تعال اخوان. انا ايش ما بدي اشي يفلت منهم، بعدين بنصير نغني ظلمون. طيب اخوان حبة بيد واحدة تمسكها اصغر من كفة الايد. طلع دباني قراقطة، دباني قراقطة يا اخوان، حبة بتجنن. طلع كيه جاي التشخيطات تاعته. طلع ما شاء الله. طلع لي. طلع الحب نمرود، نمرود اقعد. خلينا احط لكم اياه جنب المطوق. طلع ما شاء الله، طجع لك من ايدي هو. اي هو والمطوق. طلعوا لي ما شاء الله الحبتين، حبات يا اخوان. قطعه احنا نعمل لكم قطعه نخب 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 نخب، لسه في تحت كمان. ها شكل سريع. طيب خلينا نفرجيكم الحبات اللي بعدها. اللي بعده يا بعده، ايش اللون بدكم؟ ناخذ لون اسود. يلا ناخذ لون اسود، ناخذ لون اسود. لون الاسود بقول لك ملكها المزهور، المزهور يا مزهور عين خرز. طلعوا ما شاء الله جميل. طلعوا الثوب كيف جاي، الصدر يعني ما شاء الله، حبه تبارك الرحمن. خلنا نعرض لكم اياه هون. ها يا مزهور يا مزهور، بعدك تعدى. طلع ما شاء الله المزهور، طلع ما شاء الله الحبه. ثوب عين كسمات هو والدباني. خلينا نحركه شوي. شاهد اخوان اظن مريض، طبعا المزهور طاير قريب مش بعيد، هنحاول نقعد هون باذن الله مع الحبات هاي كلها. طلع ما شاء الله، الله يبارك. ناخذ الكلون لون، حبه هيك حبه هيك. جيب لون ابيض، منيح الابيض، الابيض خير، الابيض خير. لما تقول ابيض بنقول لك قرقاطي ابيض، لما نقول ابيض طبعا رقبته مش مكتمله لسه، تكتمل الريش ببهج وببين. لما نقول لك ابيض بنقول لك على القرقاطي الابيض، يعني ملك الابيض. خش لهون ابو القرق. طلعوا لها القرقاطي، قرقاطي هو بدوش يبين حاله، قاعد ولابد. ايوه طلع لي ما شاء الله على القرقاطي والمزهور وهالدباني والمطوق ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب خش على الزاكي اللي بعده. طيب اخذنا ابيض، ناخذ اسود. يلا روح اسود اسود. طبعا هذا يا اخوان الطير نمرود،
يعني هو عسكري اكثر ما هو ايش طقطوق. كشكي اسود، كشكي اسود. وقف وقف، طلع ما شاء الله. يعني خدنا ابيض باسود، يعني هاي الحبات كلها مش موجوده على السطح، هاي الحبات مش موجوده على السطح، حبينا نشكلكم فيها، نجيب يعني اغلب الانواع اللي بنقدر نجيبها. طلعوا لها الكشكي، الكشكي طبعا فيه شويه عمر، ولكن حبه يعني زي ما قلت لكم هذا عسكري اكثر ما هو ايش طقطوق. يعني ما شاء الله حبه تبارك الرحمه، طلع اسود ابيض اسود قراقطه، يعني اشي مميز وحبات حلوه ما شاء الله. طيب خلينا نخش لكم وين هسه نفرجيكم حبات يعني حلوه، بس اولى تكون عسكريه، اولى تكون عسكريه. اول اشي يعني اشتهينا مع طقم البواز هالبوز الاحلس، هالبوز الاحلس. طلع السدر بياض وقعد ثلج ابدا، جفن اسود، بزرة بلدية. يعني يقول لي واحد مش مشغول ومشغول ومش عارف شو، هذا بزرة بلدية، حبة جميلة حلوة، نمرود. يعني هاي بنعتبرهم من الحبات الحلوة والعسكرية، يعني نخش لكم حبات حلوة وعسكرية. ما بيوقف البوز وقفته، لو جبناه هيك. الحبة اللي بعدها، اليوم الجو حلو 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 حلو. طبعا الحبة اللي بعدها يا اخوان برضه نفس الشيء، احنا فرجيناكم قبل بزرة بلدية مزهور اصفر، وهي كمان مزهور اصفر. هي طلعوا لها الحبة برضه، هذا مزهور اصفر، يعني صار عندنا طقم مزهورات هيك. حلو نعمل قطعة مزهورات نكملهم. طلع ما شاء الله هذا يعني مش جاي بلاطة، جاي مميش شوي على جنحه. تمام هي الجنح، طلع كيف جاي ذبحوا بعض الفحول جوا الحال. هاي برضو عندكم هون حبة مزهوراي، يعني ملكوا زي ما قلنا لكم طقم المزهورات. طلع ما شاء الله حبة جميلة حلوة بتختم على السطح، قلنا لكم حلوة وعسكرية نفس الشيء. شبات ما شاء الله عليهم. طيب خش على اللي بعده، خش على اللي بعده. هذا اخذناه يعني عسكري هذا برضو مع الكشكي، اخذته اقعد اسطنبولي، يعني كجمال منيح، حبه تخدم على السطح مش موجود منها اسطنبولي. هذا حلو امور، فتلاته حلوه ما شاء الله عليها. خلينا نحطه هون، طوره برضه شوي، هذا في عمر طاير مع الكشكي، بس حبه ما شاء الله حلوه عسكريه وبتخدم. المزهور البوز اسطنبولي خليك معي. ضل كم حبه؟ ضل حبتين للي متبع معانا. هذول حبتين يا اخوان هذول اخذناهم مع، اللهم صل على سيدنا محمد، هذول حبتين اخذناهم مع الشكل الاحمر صورناه بالحلقه اللي قبل. امسكهم مع بعض عشان ما نطولش عليكم الفيديو. طلعوا كيف كيف حلو اشي من الاخر مصري. وهذا جاي على مصاره بس منامير لونه اصفر. وقف هيك مع بعض نشوفهم. طلع ما شاء الله، خلينا اعرض لكم اياهم هون. هاي المصري الاحمر، هذول اخوان صاحبهم قال لي ما راح يقعدوا معك، اخذتهم واحد والثاني اعطاني اياه احساب شكرا والله يخلف عليه، قال لي انا مش راح يقعدوا معك، شو ما تسوى بسوار راح يقعدوا معك. قلنا له خلص بنحاول فيهم، ظبطوا ظبطوا ما ظبطوا. المصري الاحمر اللي ورا جميل، هذا مش راضي يعرض حاله هون، انا يا اخوان خايف يطلع لانه قربوا على الباب، اي حركه غلط بفزه ومنغني لهم ايش بودعك. يعني هذول 10 حبات اللي جبناهم، ولسه في كمان زي ما قلنا لكم، يعني هذول حبات الوان ان شاء الله من ضمن قطعه تطلع حلوه حلوه. وفي شيء منهم مش حيكون من ضمن القطعه هاي، يعني من هذول تخص نص شيء من العسكري، قطعه تكون حلوه. طبعا زي ما قلنا لكم لسه يا اخوان في عندنا خشه كامله ما صورنا لكم اياها، ما صورنا لكم اياها، خشي كامله هو مش حصور لكم اياها بشكل سريع هيك. هيها هاي برضه فيها حبات عسكريه، راح نصور لكم اياها ان شاء الله بالحلقات الجاي. طبعا الحمام هسه على الرفصه، خليكم معانا فرجيكم شغله عليها باذن الله. اخوان بدنا نكشكش هدول بعدين عشان نطلع على الموعد، موعد ثاني زمان ما صورت لكم.
يلا روح اطلع. هذول زي ما قلنا لكم ثلاث ارباعهم جداد، وفيهم البوز اللي بتلين الختيار لحلس هيو كان على الزق. طبعا اليوم السماء مش صافيه، اصفى من الصفاوه. طبعا خلينا نشوف شغله، استنى شوي. هذا يا اخوان هون في شيء، بديش اصور لكم القطعه الثانيه. هذا البوز يا اخوان، هذا صيد، هذا صدته، ما تصورت الحلقه تاعته والله للامانه. تمام، هذول البواز في منهم البواز نقلتهم هون عشان يتنشروا بزياده، هذول نمريد نمريد. هاي البواز مع قطعه البواز، فاهمين علي كيف؟ خليتهم هون يتنشروا بالمطير ياخذوا راحتهم على الاخر. هذا الشيخ شلي مش شري، هذا من الحمام على الريشتين مريحهم معاهم. هذول بيلعبوا قاعدين، شافوا الشمس بيلعبوا لعب. من شتشت لكم عليهم، طبعا المسود العوض بوجه الكريمه جبنا مطوق بداله، راح مسود اجى مطوق. طلع اخوانا الحمام المبزر فوق، مش عايز مبينه، مش عارف اذا مبينه ولا لا، فوق بالعالي بالعالي ماسكه. هذول يا اخوان انا كشيتهم الصبح ورجعت هسه كشيتهم هنا، يعني نحكي احنا بوقت العصر، فداعكهم يعني داعك مرتبه. أنا هاي كلها جديدة، كلها جديدة، يعني فيها بس حبتين قدام مع البوز الختيار ثلاثة. نشدشد عليها ونفرجيكم إياها. طبعا يا إخوان طلع الحمامة هي خلطت قدام، هيا دكت جوا، هيا هيا طلع الحمام قاعد يتسحب فيها لهون. وين راحت؟ والله ماني شايفها. هيا هيا وصور تحت، صار لي ساعة قاعد صور تحت، فاتت صارت جوا جوا. هيا اخوان انا الدنيا عندي فضى كثير شمس، فمش شايف يعني، صورت فوق صورت تحت، يعني هذا الامر طبيعي معي انا عادي. خليهم مسا شوي بس يبينوا ويرجعوا صور لكم اياهم. طبعا اخواني هذول اخر اربعة هسه قطعوا ورجعوا، طبعا قطعوا بالاول ورجعوا. شو اللي قطع اخر اشي؟ انا بقول لكم اللي قطع اخر اشي اللهم صل على سيدنا محمد، العبسي المعصور بريشتين والنوري الازرق، وفي عندكم القرباش، ايش كمان؟ التكلجي. طبعا اخوان ظل طير قاطع تحت، ظل طير قاطع تحت. شو هو؟ الملحة، لحى الجديد الصغير هذا اللي على الريشه. هيهم كلهم اجوا، هيهم كلهم موجودات وعين الله عليهم. طبعا هون تحت صارت على البرم الحمام، ببين مراجله يا بيطلع يا ما بيطلع. هسه شوف الحمام اذا طلعت عن البرمه. هي هي في واحد مطرف فيهم، اقول هو هسه ببين مراجله. طبعا هاي الحمام لسه شاده، هاي يا اخوان مش حمام الموعد، هاي عشان ما حدش يقول لي اللي بتابع اول مره. هاي الحمام كلها جديده بتاعت الصبح، كلها جديده، وهاي الحمام طاير الصبح، يعني داعكها داعك الصبح الله مولاها. هيها ما شاء الله عليها. ضل شو؟ الملحه. طبعا ايش؟ بدنا نختصر شوي عشان نطلع حمام الموعد كمان، بدناش الوقت يخش محل وقت. هيها ما شاء الله. هي لسه بقلبه بشنطه، ما عندهم اي مشكله، يرجعوا عادي، يرجعوا عنده ويجيبوا ايش؟ خويهم، خويهم الملحه. خلينا نشوف الملحه بيطلع ولا ما بيطلع. انا بحكي بيطلع، هيك بحكي، مع انه على الريشه وجديد يا اخوان، صار مصلوش سبعة ثمانية أيام، ثمانية أيام صلوا بطير أو عشرة تقريبا والله ما عارف بالضبط، بس جديد يعني. هذا هو أجدد واحد فيهم، يعني طلع مع العبسي الأزرق والنوري، يعني طلعوا بنفس الوقت، هذول كلهم جداد. طبعا ممكن الحلقة تنزل بعدين فتتفكر وأنت صورت لنا لما جبته قبل، وأنا شوي بأخر الحلقات، يعني بكون في حلقة قبل مصورها فبنزلها. مبدئيا السماء هناك صافية والحمام نزلت برمة برمة غاد، يا بيطلع من البرمة يا بنضرب على البرمة. خلينا نشوف.
اخوي الحمام تحت نزلت بدهاش الا تجيب الملحه، بدها خاوه تجيبه. عم ترمع الحمام، الحمام هذيك هي تحت تحت هي شايفينها الملحه اعلى واحد اللي فوق. الله يا اخوان انا بحكي بطلع ان شاء الله ما ينكسنا. بس الحمام تاعتي هي فوق، هي فوقيها شامط الحمام. ها 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 في شيء في شيء شاف الحمام بده يعلى بده يعلى. يلا اطلع. اي اي الورا الورا. الله روح. اي هون الحمام ردت رجعت هون. هنا والله في حبه طلعت، والله في حبه طلعت. هو استنى اجيب لكم اياه. وين راح؟ كبس لجوا رد. كبس فيها، كبس فيها ولا لا؟ والله ما عارف. روح جيبيه، روح جيبيه، روح. في واحد بفلت، روح جيبيه، ارمحي عليه، غزي عليه. ايوه 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 تبين. ترجع تدق فيهم. يلا ارجع ارجع دق فيهم. هيا رجعت تدق فيهم. والله رجعت عليها. هي دقت فيهم. خشوا فيهم، خشوا فيهم. طال الحمام يا اخوان صار لها فترة طايرة، والصبح طايرة ومتدمرة. بس بركن عليهم. ايوه دقوا كلهم ببعض. هذا التقلج هي 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 الفوق على واحد. تقلج بحبش اربط مع حدا، تقلج بحبش اربط مع حدا. خلينا نشوف كيف بيفتكوا هسه. طلع التقلج بالعالي بالعالي. ايوه خلينا نشوف. وانا الحمام رجعت قطعت. طب كان رايح لنا ايش؟ الملحه معاه تحت، صاروا ملحه ونوري. هاي الحمام جوا. وينها؟ والله الحمام هي جوا. هاي الحمام هو فوق داس عليه. خلينا نشوف. ضل منور، النور الاحمر والملحة الاحمر. اي شيء احمر مش موجود بالحمام الحمد لله. هسا نشوف موجود عنه. لا النوري قبليها افتك يعني، بس افتكوا مع بعض، افتكوا مع بعض. هسا نشوف اذا بفتك لحاله والملحة. يا اخوان يا بفك، بفك حاله بفك الملحة وراه، يا ايش الاثنين بحطوا زي الهبايل. طال الحمام تحت نزلت برمه، صارت على البرمه خلص. ما فيش حمام تحت، برمه صارت. يعني بده يطلع من البرمه لسه هيك مش كاشف السطح، بده يطلع من البرمه ويكشف ويطلع. شوفوا مجدعان ولا مش جدعان. وين راحت الحمامه يا الحمام؟ لسه بنشوف. في حبه قطعت من البرمه من تحت. هات نشوف. شو والله مو مبين معي، قاعد رايح جاي تحت. وش خبر؟ طاير طاير مثل النحلة. هيا والنوري والملحة والله ماني عارف. هسه بنشوف. هاي الحمام لسه بتشامط. وين راحت؟ وين صوب شامط؟ مش عارف اصور. هيا الله راح الحمام دكت تحت كمان مرة. طيب يا اخوان صار وقت الموعد، يعني كثير صار طاير الحمام بكفي. والله في اشي حبتين فلتات بس هي تحت بالواد. الحمام رايح تجيبهم، يقول لك تعال تعالوا. الحمام جوا. ما شاء الله عليهم. اقرب لكم الزوم زيادة عشان تشوفوهم. اي جابوه جابوه والله جابوه. شو ها طلع مش لنا كمان. وين راح الحمام؟ هيا والله جابوه رجعوا. طلع شو رجع اول شيء؟ تكلجي والبوز الختيار هذا.
والبوز الختيار هاي اخر حبه تلحق هاي النور الاحمر. والله والله انه جدع والله النور الاحمر مو قليل. طب ما جبتش الملحه معك؟ هاي النور الاحمر رجع. هاي الحمام والله انه جدع. تجي البوز الختيار ضل الملحة. الملحة زغنوط صغير مسكين واقي الريشة مسكين عليه يا مسكين يا ملحة. اين ورفات فيها الله انه جدع. حاول يروح يصح الملحة بس الملحة لسه مبسوط غاد تحت. خلينا هسه نشوف. يا اخوان الحمام لسه طايرة وما شاء الله عليها. هيها طبعا هي فتحت لهم باب الخش بدي احبسهم خلاص ما فيش مجال تطلع. ايش تعوني الموعد وين الملحة؟ الملحة والله يا اخوان انا حاسس انه حيطلع لانه كان مطرف مطرف بطريقة مش طبيعية. نزل برمي ورد طلع ابصر شو بيصير معه تحت. بس هو انا شفت يعني ملحة على الريشة ومش فرخك وزي هيك والله انه جدع. يا اخوان راح نوصيكم باخر الامور انا متأكد انه حيرجع. انا متأكد لانه كان مطرف كثير طلع مرتين ثلاث ورجع ايش طبل ندق فيها. هاي الحمام خليها شوي بعدين شو حطتها. تعي استوت 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 الحمام. هاي خليها تنزل. تعي 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 طلع من التعب كيف حطت من التعب كيف حطت. طبعا يا اخواني هيك وصلنا لنهاية مقطعنا. ان شاء الله مقطعنا عجبكم اليوم. ابدعت الحمام للامانة. هاي النور الهلس النور الازرق الجديد ابسي الازرق المعصول الجديد كلهم ما شاء الله عليهم. طلع قديش موقع جنحان النوري. يعطيكم الف عافية. لا تنسونا تعليق لايك دعم المقطع. سلام عليكم.